يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا علي. يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني. فإنكما ناصران. سلام على الناحية المقدسة. سلام على طهرها وقدسها ونورها. سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه الثمانون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدويه الرمضانيه الطازجه اطباق البراءه والولايه بنكهتها الزهرائيه الرائقه ومذاقها المهدوي الفاخر براءه من السقيفتين سقيفه بني ساعده في المدينه وسقيفه بني طوس في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن يأخذه؟ هذا هو جزءنا الثاني من طبقنا الثامن من أطباق مائدة القمر، وهو الطبق الأخير. وهذه هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات على مائدة القمر. طبقنا الثامن طبق المكسرات المحمصة بعضها مملحة وبعضها منقوعة بالبهارات المكسيكية والعسل الجبلي يرافق ذلك اقداح البوظه والبوظه حلوى الحليب المجمده التي نعرفها بالايس كريم مع هذا الطبق تحلو الدردشه حول مائده القمر انها دردشة زهرائية أحاديثهم العطرة قرأت عليكم في الحلقة الماضية بحسب الوقت قرأت حديثين من الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه نسبة الإسلام باب نسبة الإسلام قرأت الحديث الأول والذي جاءنا عن أمير المؤمنين وقرأت الحديث الثاني لكن الوقت لم يكن قد اسعفني كي اكمل وقفتي في فناء هذا الحديث الشريف اعيد قراءته عليكم الحديث الثاني من الباب نفسه من المصدر نفسه الذي تقدم ذكره قبل قليل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله الاسلام عريان. كيف سنستره؟ الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع ولكل شيء اساس واساس الاسلام حبنا اهل البيت حديث جامع شامل كامل انه يصف لنا الاسلام بلسان رسول الله صلى الله عليه واله الاسلام الدين عريان فلباسه الحياء لا اريد ان افصل القول في هذه العناوين فهذه هي الحلقه الاخيره وهذه ليله العيد هناك العديد من المطالب اريد ان اشير اليها ولذا فان كلامي في اجواء الحديث سيكون موجزا مختصرا الاسلام عريان فلباسه الحياء الحياء حاله نفسيه تهيمن على شعور الانسان تجعله ينكمش انكماشا واضحا من قبيح الافعال والاقوال والحياء على مراتب وعلى درجات لكن الحديث هنا يشير الى اهم درجه من درجات الحياء انه الحياء من امام زماننا لان امام زماننا هو عين الله وهذه العين الالهيه ناظره الينا هذه العين الالهيه مطلعه علينا على ظاهرنا وباطننا الحياء الذي هو لباس الاسلام لباس اسلامي انا ولباس اسلامكم انتم الحياء من امام زماننا الحديث لا يشير الى الحياء من الناس الحياء من الناس امر حسن ليس مذموما الحياء من الاجواء العامه للاعراف والتقاليد شيء حسن لكن الحديث ليس ناظرا الى هذا حياء الانسان من نفسه شيء حسن حياء الانسان من خواصه من اسرته او من خواصه من اصدقائه شيء حسن حياء الإنسان من الملائكة الذين يراقبونه من ملائكة الحسنات والسيئات شيء حسن لكن الحديث لا يشير إلى هذه المراتب الإسلام الإسلام أصله حقيقته مضمونه العقيدة السليمة العقيده السليمه هي معرفه امام زماننا من مات ولم يعرف امام زمانه مهتمته جاهليه فمدار الحديث هنا في اوله وفي اخره مردود الى فناء الحجه ابن الحسن انه اساس ديننا واصل ديننا والبوابة التي ندخل من خلالها الى الله اين باب الله الذي منه يؤتى؟ انه هو هو ولا يوجد غيره انه قائم ال محمد اصل الدين واساسه ومنار الايمان وحقيقه الحقائق ووجه الله الذي اليه نتوجه فهذا الحياء الحياء منه صلوات الله عليه ان كنا ان كنا على حياء وان كنا فعلا هكذا نتعامل مع امام زماننا الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ما هو الوقار يتفرع عن الحياء الوقار السكينه الهدوء الادب العالي الحكمه في الحركه هذا هو الوقار الوقار مرده الى حاله الحلم التي تكون في باطن الانسان حاله الحلم التي تكون في باطن الانسان هي التي تعكس الوقار على ظاهره فالوقار اثر من اثار الحلم الاسلام عريان فلباسه الحياء 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 اثر من اثار اليقين تحدثنا في حلقه يوم امس عن اليقين فان اليقين يتفرع عن التسليم اذا عاش الانسان هذه الحاله حاله اليقين فان اليقين من اثاره الايجابيه ان يكون الانسان حييئا يظهر الحياء عليه اتحدث عن الحياء من امام زماننا لا شان لي بالانواع والاصناف الاخرى من الحياء مع انها ممدوحه ومطلوبه ومرضيه. الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار، الزينه ما يكون فوق اللباس كمال للباس لأن اللباس الضرورية يكون خليا من الزينة ولكن اللباس الذي يكون متكاملا يتجاوز الضرورية من اللباس يحتاج إلى الزينة لأن الزينة كمال اللباس الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح المروءة هي الانسانية العميقة هذه المروءة المروءة هي كرامة الاخلاق حينما نصف انسانا من اي دين من اي مله من اي مشرب فكري حينما نصفه بالانسانيه اننا نصفه باللطف والادب ودماثه الاخلاق قطعا كل انسان بحدوده وبحسب الاعراف والثقافه التي يعيش فيها ويعيش عليها المروءه هي الانسانيه العميقه اذا كنا نتحدث عن اهل الايمان المروءه هي انسانيه الايمان انسانيه المؤمنين فهي انسانيه بلطفها ودماثه خصالها ولينها لكنها مشوبه بصفاء الايمان هذه هي المروءه التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه واله في هذه الكلمات الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح ولا يكون العمل صالحا ما لم يستند الى معرفه سليمه يا كميل يا كميل وصيه الامير صلوات الله عليه لكميل بن زياد يا كميل يا كميل يا كميل ما من حركه الا وانت محتاج فيها الى معرفه العمل الصالح لن يكون صالحا من دون المعرفه الصالحه يا كميل يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا من هنا ياتي العمل الصالح العمل الصالح الذي يستند الى الفكر الصالح الى المعرفه الصالحه الى دليل العمل الصالح كل ذلك في فناء الحجه ابن الحسن كل ذلك في افنيه العتره الطاهره انهم هم هم وهل يوجد غيرهم محمد وال محمد هؤلاء هم ديننا هؤلاء هم عقيدتنا. هؤلاء هم عشيرتنا. هؤلاء هم اهلنا. هؤلاء هم بدايتنا ونهايتنا. هؤلاء هم اسلامنا وهم ديننا وهم ايماننا وهم قراننا. هؤلاء كلنا وكل كلنا اذا صدقت هذه التعابير اذا كنا صادقين في الانتساب اليهم اذا كنا صادقين في الانتساب اليهم فانهم سينسبوننا اليهم وسينتسبون الينا هم الذين يقولون شيعتنا منا منا ونحن منهم هم الذين يقولون شيعتنا منا ينسبوننا اليهم ثم ينتسبون الينا ونحن منهم ونحن منهم هنيئا 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 لقوم يتحدث عنهم ائمتنا بهذا الوصف ويكونون بهذا النقاء ويكونون بهذه الحكمه ويكونون على هذا الوقار وعلى هذه المعرفه التي تنتج لهم عملا صالحا الاسلام عريان يا شيعه اهل البيت الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح ما هو أفضل عمل صادق العترة بينه لنا إنه العمل الذي يتمنى إمامنا الصادق أن يقضي كل ثانية من عمره فيه ولو أدركته الصادق يقول ولو ادركته لو ادركته لو ادركت القائم لخدمته ايام حياتي هذا هو العمل الصالح انه العمل الذي يتمنى امامنا الصادق ان يصرف كل ثانيه من عمره فيه لو ادركته لو ادركت القائم لخدمته ايام حياتي هذا هو العمل الصالح، يا أيها الباحثون عن العمل الصالح، يا أيتها الباحثات عن العمل الصالح، العمل الصالح هنا هنا، مثلما يقول الصادق صلوات الله عليه، لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي، الإسلام عريان عريان يا أشياع عليّ الإسلام عريانٌ عريانٌ فلباسه الحياء، الحياء من نظرات إمام زماننا فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع العماد الذي يعتمد عليه الاسلام الخيمه تحتاج الى عمود هذا العمود الذي يكون في وسطها كي يرتفع سقف الخيمه على راس ذلك العمود وعماده الورع الورع هو الكف الامتناع الذي يكون ورعا يكون قد كف نفسه عن شهواتها او انه كف نفسه عن سفاهتها قد لا يكون مبتلا ابتلاء شديدا بالشهوات لكنه قد ابتلي بسفاهته بسفاهه رايه الورع هو هذا ان نكف النفس عن شهواتها اذا كنا قد وقعنا في هوه الشهوات او ان نكف النفس عن سفاهتها اذا ما وقعنا في هوه السفاهات او ان نكف انفسنا عن العبث بانفسنا فاننا ان لم نفتح الابواب للشيطان كي يعبث بنا نحن متعهدون بكمال التعهد ان نعبث بانفسنا الويل لنا الويل لنا ما الذي نفعله بانفسنا فاما ان نسلط الشيطان عليها واما ان نسلط انفسنا على انفسنا الويل لنا الاسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروءته العمل الصالح وعماده الورع 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 علامه صارخه للايمان هنا نستطيع ان نميز المؤمن من غيره حينما يكون الذي يدعي الايمان ورعا حينما يتورع عن المناهي التي نهانا رسول الله عنها نهانا ائمتنا عنها الورع هو علامه نستطيع على اساسها ان نميز المؤمن الصادق من غيره الورع اتيان الواجبات الامتناع عن المحرمات هذا هو العنوان الكلي ولكننا اذا اردنا ان ندقق في دقه معنى الورع فان الورع هو الكف ان نكف انفسنا عن المهانه عن المذله ان نكف انفسنا عن معايبها عن سفاهتها عن اذلالها لنفسها هذا قد يكون في مستوى الواجبات والمحرمات وقد يكون في مستوى المستحبات والمكروهات وقد يكون في مستوى المباحات هذه القضية قضية فيها تفصيل الإسلام عريان عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومرؤته العمل الصالح وعماده الورع كل هذا مهم كل هذا ضروري كل هذا مطلوب كل هذا واجب هذه مفردات يتشكل منها اسلامنا ولكن بقي الاساس كل هذا لا قيمه له من دون الاساس لان الماده الاوليه التي تشكل هذه المفردات تاتي من الاساس الاسلام عريان من دون الاساس فلباسه الحياء هذا الحياء الذي يشكل لباسا لاسلامنا مادته الاوليه ماخوذه من اساس الاسلام مصدر المواد الاوليه لكل مكونات الاسلام هذه هو اساس الاسلام الاسلام عريان فلباسه الحياء الماده الاوليه المكونه لهذا الحياء تاتي من اساس الاسلام وزينته الوقار وكذا الحال مع الوقار الذي هو زينه للباس الاسلام وزينه للاسلام ومروءته العمل الصالح والمروءه والعمل الصالح الذي من اثارها والذي يشكل مظهرها الواقعي والورع الذي هو عماد كل ذلك الماده الاوليه في كل هذه المفردات منبعها من اساس الاسلام حيث يقول رسول الله صلى الله عليه واله ولكل شيء اساس مصدر الماده الاوليه للمفردات التي تكون ذلك الشيء ولكل شيء اساس واساس الاسلام حبنا اهل البيت هذا هو الاساس اسلامنا حتى اذا افترضنا اننا البسناه الحياء وزيناه بالوقار وجعلنا العمل الصالح مروءه لاسلامنا صفه إنسانية عميقة في اللطف والدماثة وجعلنا الورع عمادا كل هذا عمل كرتوني لا حقيقة له من دون الأساس ولكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت نذهب إلى فاصل يا يا أملنا يا أمل, يا أمل يا أمل كل الخليق يمت ترجع بالسلامة يمت تنقذ مجتمعنا من ضلالات الزعامة ارفضنا كل منهج ضدك ردنا منهاج الامامه والله ردنا منهاج الامامه منهج العتره الطاهره يكفينا منهج هبل واتباعه ما يعنينا يا الفرج بشرنا يا مهدينا يمت الفرج بشرنا يا مهدينا أنصار تلقانا أنصار أنصار تلقانا إيه مغرمك تهبن نارك مغرمك تهب نارا إيه من القلب اه لباك يا المهدي انصار الحجه لباك لباك ولكل شيء اساس يقول رسول الله واساس الاسلام حبنا اهل البيت هناك حديث مفصل لكنني لن اقف في افيائه وافنائه كي اشرحه الوقت لا يكفيني. سأقرأه عليكم. إنه الحديث الثالث في السياق نفسه من الباب نفسه. باب نسبة الإسلام. الحديث بسند الكليني عن إمامنا الجواد صلوات الله عليه عن آبائه عن امير المؤمنين عن رسول الله صلوات على رسول الله وال رسول الله رسول الله يقول ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصه وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصره ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصه العرصه قد تطلق على مساحه واسعه من الارض ليس فيها بناء وقد تطلق على الساحه المحيطه بالدار وقد تطلق على المساحات الارضيه التي لا بناء فيها فيما بين الدور والاحياء وقد تطلق على الساحه في وسط البيت والذي يبدو فان الحديث يقصد هذا المعنى يقصد معنى الساحه وسط البيت رسول الله يقول: إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا، هذا وسط البيت والبيت يحتاج إلى نور، لا يمكننا أن نعيش في الظلام. إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا سياجا فالعرصه هنا وسط البيت وسط البناء وجعل له ناصرا مسؤولا مدافعا محاميا عن هذا البناء فاما عرصته عرصه الاسلام فالقران إنها الساحة التي نتحرك فيها على هذا بايعنا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآننا وأن نأخذ تفسير قرآننا منهم من علي وآل علي فقط فقط صلوات على علي وآل علي تترى فاما عرصته فالقرآن واما نوره فالحكمه، الحكمه هذا المصطلح بحسب ثقافه العتره معرفه الامام، الحكمه معرفه الامام، هذه كلماتهم انا لا استطيع ان اورد لكم الاحاديث والمصادر في عجاله من الوقت لقد تحدثت عن هذه المضامين كثيرا كثيرا في برامجي المختلفه. ان الله خلق الاسلام فجعل له عرصه وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فاما عرصته فالقران ساحته مركزه واما نوره فالحكمه. حديثهم هو الذي ينور لنا القرآن من هنا بايعنا في بيعة الغدير ان نفسر القرآن بحديثهم اذا فك حديثهم عن قرآنهم فأننا قد دخلنا في حفر الضلال المظلمة هذا هو ضمان النبي في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة الذي بأيدينا من العترة إمام زماننا الذي لا نستطيع أن نتواصل معه بشكل مباشر ألطافه تصل إلينا فيضه يصل إلينا إذا كنا مستحقين ذلك لكن الذي بأيدينا فعلا حديثهم تفسيرهم لقرآنهم هذه هي الحكمة التي تنير لنا عرصة بيتنا، عرصة بنائنا. إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه فالمعروف. المعروف في اعلى درجاته خدمه امام زماننا هذا هو الحصن ولايه علي بن ابي طالب حصني ولايه قائم ال محمد حصني فمن دخل حصني امن من عذابي الله هو الذي يقول لست انا ولاية علي حصني ولذا اقول في بداية حديثي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران هذا هو حصن الولاية العلوية هذا هو الحصن القائمي المهدوي المعروف مصادقه كثيرة كل خير معروف لكن الحديث هنا عن بناء الإسلام فبناء الإسلام لا بد أن يستند إلى أساسه وأساس الإسلام ولاية علي وهل يوجد اساس غير هذا للاسلام اي اسلام هذا الذي لا يكون اساسه ولايه علي فولايه علي هي اساس الاسلامي واصله وفرعه وكله وجوهره ومعدنه الاسلام من دون عهلي يساوي صفر تحت الصفر وتحت الصفر بكثير الاسلام علي علي هذا هو الاسلام فأما عرصته عرصة الإسلام فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه ولاية علي حصني وأما حصنه فالمعروف وأعظم المعروف ولاية علي ها هو شهر رمضان تتصرم شيئا فشيئا بقايا دقائقه هل سندرك شهر رمضان في عامنا القادم هل سنكون على نيه خدمه امام زماننا هل أعلم أنا هذا؟ هل تعلمون أنتم؟ لا ندري، لا ندري، ربما هذه هي الدقائق الأخيرة من أيامنا. هل ندرك شهر رمضان القادم؟ هذه الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقاتي على مائدة القمر أنا عودتكم في كل سنة برنامجي يستمر في أيام العيد وما بعد العيد إلى فترة طويلة وفي بعض السنوات ربما يصل البرنامج إلى شهر ذي الحجة من السنوات التي مرت كان بودي ان يكون ذلك لكنني اعتذر عن الذي عودتكم عليه الذي يحول فيما بيني وبين هذا اوجاع المرض، المرض أنكني وهذا هو الذي منعني من مواصلة البرنامج في العيد وبعد العيد في ايام العيد سنعرض لكم مجموعه حلقات تتناول وجوب ذكر امير المؤمنين في التشهد الوسطي والاخير اتمنى على ابنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن ان يدرسوا هذه الحلقات صدقوني ومن كل قلبي من كل قلبي اذا اردت ان اقدم لكم اغلى نصيحه اغلى نصيحه وانا اقدمها لنفسي ولطالما قدمتها ولقد عملت بها طيله حياتي. علموا انفسكم حلاوه ذكر علي في صلواتكم الواجبه. انا لا اقول لكم اذكروا عليا في التشهد الوسطي والاخير بعنوان الوجوب صلاتكم باطله من دون ذلك انا لا اطالبكم بهذا اطالبكم مع ذكركم لعلي في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات الواجبه وبهذه النية من أن ذكر علي هو سبب صحة الصلاة ومن دونه الصلاة باطلة تصبح الصلاة مخرأة ما هي بصلاة من دون ذكر علي الواجب في التشهد الوسطي والأخير أنا لا أطالبكم بهذا هذا أمر واجب في أحاديث العتره تابعوا الحلقات من يوم غد خمس حلقات في هذا الموضوع تابعوها بدقه تدارسوها واذا استطعتم ان تحفظوا اهم المضامين التي وردت فيها فاحفظوا ذلك وجاهدوا جاهدوا بهذه المعرفه علموا انفسكم وحق الحسين هو هذا الجهاد الحقيقي لا هذا الذي تضحك به عليكم الاحزاب السياسيه القطبيه القذره والميليشيات القطبيه القذره الجهاد الحقيقي هو هذا علموا انفسكم وعلموا الشيعه من الرجال والنساء علموا الشيعه ان يذكروا عليا في صلواتهم المفروضه في التشهد الوسطي والاخير بعنوان الوجوب القطعي ولانه اساس صحه الصلاه ومن دونه تصبح الصلاه مخراه لا قيمه لها تصبح الصلاه قباحه تصبح الصلاه قرفا ووسخا ذكر علي هو سر طهارتها منطق القران في سوره المائده في الايه السابعه والستين بعد البسمله وان لم تفعل وان لم تفعل فما بلغت رسالته وانا اقول لكم وان لم تذكروا عليا في صلواتكم فلا صليتم فلا صليتم وان لم تفعل فما بلغت رسالته وان لم تذكروا عليا في صلواتكم بهذه النيه وبهذا الفهم الذي حدثتكم عنه قبل قليل فإنكم ما صليتم إنكم ما صليتم إنكم تعبثون بدينكم لا تعبأوا بأقوال هؤلاء الغبران في النجاة الذين يقولون لكم من أن ذكر علي يبطل الصلاة أنا لا أطالبكم بهذا قبل قليل قلت لكم نصيحتي إنني أطالبكم أن تعلموا أنفسكم أن تستشعروا حلاوة ذكر علي لا أن تذكروا عليا في الصلاة بعنوان الوجوب فقط أن تستشعروا حلاوة ذكره محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول ذكر علي عباده هو جوهر العباده إن كان في الأذان، إن كان في الإقامة، إن كان في التشهد الوسطي، في التشهد الأخير، في القنوت ذكر علي عبادة في أي جزء من أجزاء العبادة وفي أي جزء من أجزاء ديننا وفي أي جزء من أجزاء دنيانا في كل جهةٍ من جهات هذه الحياه ذكر علي عباده عباده علموا انفسكم ان تستشعروا حلاوه ذكره قالت قالت عنا في خاطري وهذه ليله العيد عنا في خاطري ان اقرا قصيدة الصاحب ابن عباد إنها الغديرية المعروفة قالت قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب فقلت أحمد خير السادة الرسل قالت فمن بعده تصفي الولاء له قلت الوصي الذي اربى على زحل قالت فمن ذا الذي اخاه عن مقه المقه هي الموده قالت فمن ذا الذي اخاه عن مقه فقلت من حاز رد الشمس في الطفل الطفل الغروب قالت فمن زوج الزهراء فاطمه فقلت افضل من حاف ومنتعلي قالت فمن والد السبطين اذ فرعا فقلت سابق اهل السبق في مهلي. قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت اضرب خلق الله في القلل. قالت فمن اسد الاحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطل. قالت فيوم حنين من فرى وبرى فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي قالت فمن ذا دعي للطير يأكله فقلت أقرب مرضي ومنتحلي قالت فمن تلوه يوم الكساء أجب فقلت أفضل مكسو ومشتملي قالت ففي من أتى في هل أتى شرف فقلت أبذل أهل الأرض للنفل قالت فمن راكع زكى بخاتمه فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل قالت فمن ساد في يوم الغدير أبن فقلت من كان للإسلام خير ولي قالت فمن ذا قسيم النار يسهمها فقلت من رايه اذكى من الشعل قالت فمن باهل الطهر النبي به فقلت تاليه في حل ومرتحل قالت فمن شبه هارون لنعرفه فقلت من لم يحل يوما ولم يزل قالت فمن ذا غدا باب المدينه قل فقلت من سالوه وهو لم يسل قالت فمن قاتل الاقوام اذ نكثوا فقلت تفسيره في وقعه الجمل قالت فمن حارب الارجاس اذ قسطوا فقلت صفين تبدي صفحه العمل قالت فمن قارع الأنجاس إذ مرقوا؟ فقلت معناه يوم النهروان جلي. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ قالت فمن ذا لواء الحمد يحمله؟ فقلت من لم يكن في الروع بالوجل قالت أكل الذي قد قلت في رجل فقلت وما هو الغريب في ذلك صاحب الذي أتحدث عنه يا سائلتي أنت تسألين وأنا أجيبك وكل الذي قلته عن صاحبي هذا ذم له ذم له ما هو بمدح له انني كنت أذم صاحبي أتعلمين لماذا يا سائلتي الجواهري يقول من بديع ما قاله شاعر العرب محمد مهدي الجواهري تعداد مجد المرء منقصة إذا فاقت مزاياه عن التعداد يا سائلتي انت سالتي وانا اجبت على اسئلتك لست مادحا لصاحبي هذا ذم لصاحبي مزايا صاحبي لا تعد ولا تحصى فما الغرابه في ذلك؟ قالت اكل الذي قد قلت في رجل فقلت اي والله فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد سمه لنا هل نحن بحاجة الى ان نسميه قالت اكل الذي قد قلت في رجل فقلت كل الذي قد قلت في رجلي قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك امير المؤمنين علي. نذهب الى فاصل. عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك اينزع حب اهلك من قلبك ان كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل الى من سواي مغسولا إن الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نورا وجعل له حصنا وجعل له ناصرا فأما عرصته فالقرآن وأما نوره فالحكمة وأما حصنه فالمعروف وأما أنصاره رسول الله يقول وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا يا ليتنا كنا من شيعتكم واما انصاره انصار الاسلام فانا واهل بيتي وشيعتنا فاحب اهل بيتي وشيعتهم وانصارهم فانه لما اسري بي الى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل لاهل السماء نسبني عرفني عليهم وعرفهم علي فانه لما اسري بي الى السماء الدنيا فنسبني جبرائيل لاهل السماء استودع الله حبي وحب اهل بيتي وشيعتهم في قلوب الملائكه فهو عندهم وديعه الى يوم القيامه ثم هبط بي الى اهل الارض فنسبني الى اهل الارض فاستودع الله عز وجل حبي وحب اهل بيتي وشيعتهم في قلوب مؤمني امتي فمؤمنو امتي يحفظون وديعتي في اهل بيتي الى يوم القيامه يا ليتنا يا ليتنا ان نكون من الصادقين ومن الاوفياء ومن الامناء ومن الحافظين بعقولنا وقلوبنا وحياتنا لهذه الوديعة فمؤمن امتي يحفظون وديعتي في اهل بيتي الى يوم القيامه الا فلو ان الرجل من امتي عبد الله عز وجل عمره ايام الدنيا ثم لقي الله عز وجل مبغضا لاهل بيتي وشيعتي ما فرج الله صدره الا عن النفاق حينما يكشف عن صدره فليس فيه الا النفاق هذا الحديث بحاجه الى شرح والى تفصيل في القول لكنني ارى الوقت يجري سريعا وقد نبهتكم الى قضيه مهمه من ان مجموعه حلقات تتناول ذكر علي في صلواتنا الواجبه سنعيد بثها ابتداء من يوم غد من اول يوم من ايام العيد خمس حلقات اكرر عليكم ان ادرسوا هذه الحلقات واجعلوها برنامج جهاد لكم تعلموها اولا ثم علموا الاخرين اخاطب ابنائي وبناتي من شباب شيعه الحجه بن الحسن اذا ما تم عرض هذه الحلقات فان قناه القمر ستعيد بث برنامج شهر رمضان اتحدث عن مجموعه حلقات على مائده القمر سيعاد بثها من اولها الى اخرها ولكن بعد عرض الحلقات المختصه بذكر علي في الصلوات الواجبه هذا هو الجهاد الحقيقي وهذه النصيحه الصادقه بعد كل هذا العمل الطويل عبر عقود من الزمان افضل عمل تتقربون به الى الزهراء لماذا الى الزهراء لابد ان ابين لكم هذه الحقيقه ايه حقيقه اذا اردتم ان تعرفوا حبكم لنبيكم وال نبيكم فابحثوا عن حب علي في قلوبكم اذا وجدتم حب علي يتاجج في افئدتكم هذه علامة حبكم لنبيكم وآل نبيكم. وحبنا لنبينا وآل نبينا علامة حبنا لله. إذا البداية من علي والنهاية عند علي. ابحثوا عن حب علي في جوانحكم. في.. جنبات ضمائركم ابحثوا عن هذا الحب واذا وجدتم ان الحب ليس متاججا فابحثوا عن السبب في ذلك وحاولوا ان تؤججوا هذا الحب في عقولكم وفي قلوبكم بقدر ما تستطيعون الالتزام بتعاليم اهل البيت يقربكم من فنائهم ويعينكم على ان يتاجج حبهم في قلوبكم لكن الوسيله الاسمى حب فاطمه حب فاطمة كلما كلما تأكد حب فاطمة في القلوب فكونوا على يقين كونوا على يقين من أن عيون محمد وآل محمد تنظر إليكم برضا حتى لو كنتم لا تستحقون ذلك. وسيلتنا وسيلتنا ان نتملق لمحمد وال محمد وان نتقرب منهم وسيلتنا حب فاطمه. القلب الذي يكون مفعما بحب فاطمه عيون إمام زماننا تتوجه إلى ذلك القلب، لأن عيون قائم آل محمد تبحث عن حب فاطمة في أي جهة من جهات هذه الدنيا، كي تكون تلك الجهة تحت رعايته وتحت نظره، لأنها جهة شريفة طاهرة نظيفة مزينه بحب الطاهره الاكبر انها فاطمه انها ام الحسن حب فاطمه يجعلنا قريبين من افنيتهم يجعلنا متواجدين في اوديتهم يسهل علينا السير في جوادهم وطرقاتهم ودروبهم يؤجج حب علي في قلوبنا، حب فاطمه هو الذي يؤجج حب علي في قلوبنا وحب علي العلامه الحقيقيه الكامله التي تدل على اننا نحب محمدا وال محمد لان محمدا وال محمد يرون حبهم اين؟ يرون حبهم في حب علي حب محمد وال محمد يتجلى في حب علي رسول الله كل حياته في كل صغيره وكبيره يوجه القلوب والعقول الى علي فاذا اردتم ان تختبروا ايمانكم ان تختبروا دينكم ان تختبروا املكم في شفاعتهم وفي القرب منهم فابحثوا عن حب علي في جنبات حياتكم في مكنون ضمائركم وإذا ما وجدتم حبه فترحموا على امهاتكم لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن تذكروا امواتكم في هذه الليله هذه ليله عيد تذكروهم في اجواء عليا لا عذب الله امي انها شربت حب الوصي فَغَذَّتْنِيهِ فِي اللَّبَنِ وَكَانَ لِي وَالِدٌ يَهْوَى أَبَا حَسَنٍ فَصِرْتُ مِنْ ذِي وَذَا أَهْوَى أَبَا حَسَنِ نذهب إلى فاصل <applause> يا إمام العصر هذا واقع الشيعة بغيابك ندري واقعنا يألمك أم صايبي يضيف المصابك أو ندري باشر من تجينا وياهم تصفي حسابك باكر الرجال الحوزة يتحدونك مو قوة هي القوم ما يردونك بين الغري وطف بلا يصدونك بين الغري وطف كربلا يصدونك يقولوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معمورة وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره يقلوا لك ارجع لا تجي حوزتنا معموره وانت تقلهم منهجي هاليوم جا دوره يا شيعة ادعوا لي بفرج صيحوا يا بارينه شيعة يا شيعة حذروا من الفتن مهين يونس ابن يعقوب من أصحاب إمامنا الصادق أقرأ عليكم من تحف العقول لابن شعبة هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 279 يونس ابن يعقوب يقول لإمامنا الصادق لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها بحذافيرها باجزائها الصغيره جدا ما نقلمه من اظافرنا يقال له حذافير هذه حذافير الدنيا انها الاجزاء الصغيره التي لا قيمه لها لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم احب الي من الدنيا بحذافيرها يعني بقضها وقضيضها قال يونس فتبينت الغضب فيه <applause> الامام غضب مني من كلامي ما الذي فعلته ما الذي قلته هل قلت شيئا قبيحا نعم نعم قلت شيئا قبيحا يا يونس مع ان الشيعه ليست بهذا المستوى هل الشيعه الان فعلا لسان حالهم هو هذا لولائي لكم يعني اصحاب العمائم في النجف الذين يقتلون انفسهم على الزعامه الدينيه ويسرقون اموال الشيعه باسم صاحب الزمان هو هذا حالهم هؤلاء الذين دينهم الدنيا ربهم الدنيا لولائي لكم يونس يقول للامام الصادق لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم احب الي من الدنيا بحذافيرها الامام غضب منه ما هذا القول القبيح ما هذا الضلال يا يونس قال يونس فتبينت الغضب فيه ثم قال امامنا الصادق يا يونس ماذا فعل يا يونس قستنا بغير قياس أية مقايسة هذه تقايس بين ولايتنا وبين الدنيا بحذافيرها ما قيمة هذه الدنيا يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي إلا سد فوره فوره جوع فوره عطش فوره جنس فوره رغبه في سمعه او شهره فوره سلطه وحكم يا يونس قستنا بغير قياس ما الذي فعلته؟ ما الدنيا وما فيها؟ هل هي الا سد فوره؟ أو ستر عوره تستر عورتك تارة بمال او بثياب او بسكن او بسياره او باي شيء اخر وسائل ستر العوره في الحياه يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي الا سد فوره او ستر عوره وانت لك بمحبتنا الحياه الدائمه الحياه الدائمه والله حتى لو انتهت الحياه في هذه الدنيا بحدود اعمارنا لذه الكون معهم تكفينا لا حاجه للحياه بعد هذه الحياه لذه الكون مع علي وال علي تكفينا لن نحتاج شيئا بعد هذا وانت لك بمحبتنا الحياه الدائمه اي قياس هذا يا يونس ويونس هذا من اجله اصحاب الامام الصادق يقول للامام تدبروا في هذه الكلمات يقول للامام الصادق لولائي لكم وما عرفني الله من حقكم احب الي من الدنيا بحذافيرها قال يونس فتبينت الغضب فيه الامام غضب مني ثم قال يا يونس قستنا بغير قياس ما الدنيا وما فيها هل هي الا سد فوره أو ستر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة هذا هو الذي أدعوكم إليه أخاطب أبنائي وبناتي من أشياع الحجة ابن الحسن أنا لا أوجه كلامي للكبار الذين مراجع النجف طيحة وحظهم لا شان لي بهم ولا اوجه خطابي لتلك البغال المعممه او تلك الجحوش المعممه انا اوجه خطابي لكم انتم يا شباب الشيعه فصادق قال لي قال لي ولغيري حينما شكا اصحابه اليه اعوجاج الناس من الكبار والشخصيات قال اين انتم عن الاحداث فان قلوب الاحداث الى حديثنا اميل انا اخاطبكم انتم اجعلوا جهادكم ان تعلموا انفسكم ذكر علي في صلواتكم وان تستشعروا حلاوه ذلك حلاوه ذكره وحق الحسين روح الصلاه هو هذا كونوا على ثقه من انكم اذا ذكرتم عليا في صلواتكم بعنوان الوجوب القطعي وبهذه العقيده من ان الصلاه من دون ذكره مخراه اذا ما استشعرتم حلاوه ذكره هذه علامه قبول صلاتكم لقد نظر الامام اليكم القلوب التي تستشعر حلاوة ذكر علي تكون محلا لنظر الإمام وإذا نظر الإمام إليكم وأنتم في الصلاة وسلمتم عليه آخر تسليمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه تسليمة نتوجه بها إلى الإمام إذا أجاب الإمام سلامكم وسيجيبكم لاجل ما استشعرتموه من حلاوه ذكر علي في قلوبكم اذا اجاب سلامكم وحق الحسين قبل صلاتكم واتركوا هراء النجا هراء السيستاني وغير السيستاني من ان ذكر علي يبطل صلاتكم هذه الفتاوى اتركوها لهم هم يكونون سعداء بها وتوجهوا إلى عليكم وشددوا ذكر عليكم في صلواتكم واستشعروا حلاوة ذكره وعلموا من تستطيعون أن تعلموه ذلك حلاوة ذكر علي هي التي تجعل امام زماننا ينظر الينا اذا ما استشعرناها في ضمائرنا اذا ما استشعرناها تملا ما بين الجوانح اذا استشعرنا قلوبنا تتدفق شوقا لعلي وتستشعر طعم حلاوة حبه ومودته. أهواك أهواك ابن أبي الحديد أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي. أهواك أهواك يا أمير الأمراء أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع وتكاد نفسي أن تذوب صبابة فيك يا امير وتكاد نفسي ان تذوب صبابه خلقا وطبعا لا كمن يتطبع اهواك اهواك حتى في حشاشه مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع وتكاد نفسي ان تذوب صبابة خلقا وطبعا لا كمن يتطبع. أنا في مديحك. أنا في مديحك الكنون الكنون. أنا في مديحك الكنون لا أهتدي. تضيع عباراتي يا أمير الأمراء وتتيه كلماتي وتتخبط تصوراتي أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع ولقد جهلت وكنت احذق عالما ولقد جهلت وكنت احذق عالما اغرار عزمك ام حسامك اقطع وفقدت معرفتي فلست بعارف هل فضل علمك ام جنابك اوسع انا في مديحك أنا في مديحك ألكن ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته, وصيته لهشام بن, بن الحكم يا هشام, يا هشام. لا خير, لا خير في, العيش في العيش الا لرجلين لمستمع واع وعالم, وعالم ناطق يا هشام ما قسم بين العباد افضل من العقل نوم العاقل افضل من سهر الجاهل وما بعث الله نبيا الا عاقلا حتى يكون عقله افضل من جميع جهد المجتهدين وما ادى العبد فريضه من فرائض الله حتى عقل عنه يا هشام مجالسه اهل الدين شرف الدنيا والاخره ومشاوره العاقل الناصح يمن وبركة, وبركه ورشد, ورشد وتوفيق, وتوفيق من الله فاذا اشار عليك العاقل الناصح فاياك والخلاف فان في فإن ذلك العطب يا هشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضب لكنني لابد ان اقول لكم من انكم اذا قررتم ان تختاروا الجهاد في فناء علي ان تجعلوا جهادكم ان تعلموا الشيعه الصلاه الصحيحه أن تبعدوا الشيعة عن فتاوى مراجع الضلال في النجف وكربلاء إذا اخترتم هذا فلا بد أن تتهيأوا لحرب الدعاية والتسقيط من قبل شيعة المراجع لا بد أن تعرفوا هذه الحقيقة لأن مراجع النجف وكربلاء وأتباعهم يعملون بقانون العواهر العاهرة هكذا تعمل تتهم العفيفة بكل عيوبها العفيفة النظيفة الخلية من عيوب العاهرة العاهرة تتهمها امام الناس وبصوت عال تعيرها بعيوب نفسها تصف العفيفة التي لا عيب فيها من عيوب تلك العاهرة وتنشر بين الناس من ان العفيفة تلك عاهرة هذا هو قانون العواهر فالعاهرة تصف العفيفة بكل اوصاف عهرها وهذا هو مبدأ مراجع النجف وكربلاء رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الناطق الاعلامي التبليغي الديني عن السيستاني رشيد الحسيني وهو يعلم الشيعة قوانين العواهر هذه وفي العتبة العلوية مستندا إلى فتوى الخوء وغيره من مراجع العهر والضلال رجاء اعرضوا لنا الفيديو العمامة والمعمم العمامه مقدسه عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس يحترم الدين يحترم التقوى يخاف الله في سلوكياته في تعامله في قوله وفعله اما العمامه التي تفرق الامه العمامه التي تشيع الفساد باسم الدين او تشيع النفاق باسم الفضيلة هذه العمامة لابد ان تسقط. لذلك عندنا روايات روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية ايضا يعني الفتوى التي انقلها فتوى عن الاعلام اذا رايتم اهل البدع فتوى شرعية اقراها عن علمائنا عن فقهائنا اهل البدع يعني الذين يذكرون البدع ويشيرون وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات هؤلاء لا بد من مقاومتهم وفي بعض الأحكام الشرعية لا بد من مباهتهم مباهتهم يعني ان نبهتهم نبهت يعني شنو مولانا يسالون السيد الخوئي سيدنا ان فلان يشيع قضايا فاسده بين الشباب باسم الدين يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي نقول للناس هذا مسوي فلان وفلانشي هو ما مسوي يعني شنو؟ يعني بهتان بهتان نبهته نبهته يعني نكذب عليه سيد الخوي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم أهل البدع أهل الضلالة أصحاب المدارس الفاسدة اصحاب الرؤى المشتته والمفرقه للامه هؤلاء لا بد من ابعادهم ولو بان ننشر عليهم اكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم واقع هكذا الامام الصادق صلوات الله عليه وسلامه عليه يقول باهتوهم باهتوهم لان لا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء الناس البسطاء الناس السذج الناس اللي مثلي وامثالي يصدق كل شيء واذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ ال... شنو تاخذ الهيبه الامام الصادق يقول باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي <applause> من طيح الله هذا المجتمع الإسلامي اللي يبنى على هذه المناشئ دين محمد وآل محمد هو دين الذوق السليم دين النظيف هذا دين الأوساخ ودين العهر هذا دين النجف دين مرجعية الخوئي دين حوزه الطوسي هذه القذاره لا علاقه لها بدين محمد وال محمد هذا هو الذي اقصده دائما حينما اقول هناك تشيعان تشيع على الارض هو التشيع للمراجع تشيع الطوسي وفقا لمذهب الطوسي اما التشيع لمحمد وال محمد فهو موجود في القران وفي كتب حديثهم فقط لا وجود له على ارض الواقع اي دين هذا انا لا اريد ان اعلق كثيرا على العهر الديني هذا فقد تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات سابقه يمكنكم ان تعودوا اليها هذا في العتبه العلويه هؤلاء هم الذين يقولون لكم من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير يبطل الصلاه هؤلاء هم الذين يضللونكم هذا نفسه رشيد الحسيني في برامجه دائما يصر على هذه القضيه استنادا الى فتاوى السيستاني وبقيه المراجع من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير يبطل الصلاه واذا ذكر المصلي ذلك فعليه ان يعيد صلاته الصلاه تعاد بسبب عيب ذكر علي يكون عيبا لاجل ان نعيد صلاتنا من دون ذكره من تفعل دينكم وتف مرجعيتكم وتف صلاتكم أي دين هذا أعرضوا لنا فيديو آخر لنفس المتكلم هذا في أجواء عهرهم وفسادهم في أجواء العهر الديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا بعض الأحيان انصافا تصير ظاهرة الفساد بمستوى عالي حتى أن النبي يجوز لك أن تفتري على أصحاب الفساد تفتري يعني شيء اللي ما مسويها نقول سواه أهل البدع أهل البدع اللي يسوون بدع ويقولون هاي من الدين هذول أهل البدع رسول الله يقول هذول أولا سبوهم يا بالسبون لا لا دول سبوهم سبوهم بعد وباهتوهم يعني شنو باهتوهم يعني بهتان كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنهم ليش ليش يا رسول الله مو هذا الكذب حرام البهتان حرام يقول لا في مقاومه اهل البدع من الواجبات من الواجبات كما ان الكذب حرام ولكن في الاصلاح شنو؟ صدق عند الله، الكذب كما يقول الامام الصادق الكذب في الاصلاح صدق عند الله. سامعين به؟ كما ان الكذب في الاصلاح يصير صدق كذلك البهتان في مقارعة الضلال والمنحرفين والمفسدين شنو؟ أعظم الجهات اسمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عن ابن سرحان عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع هاي سامعين أنتم الجماعات كل يوم طالعة جماعة هذه ما أدري من تسبة للمهدي هذه من تسبة ما أدري علمان قاضي السماء هذا قاضي الأرض وايه الطرق وهذه المفسدين والضلالات الموجودة يقول إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم يعني تقولوا عليهم والوقيعة وباهتوهم بهتانهم ابهتوهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام نعم بعض الأحيان الإجراء الشرعي هو هذا مو بس المقاومة مو بس الجهاد مسلح لا حتى لو كذب اكذب على ال... اكذب على العدو الناصبي حتى تبعد الناس عنه حتى تبعد الناس عنه يعني ان رسول الله كان يكذب والائمه كانوا يكذبون لانهم قطعا حينما يامروننا بهذه الاوامر هم سيلتزمون بها وسيطبقونها هذا الحديث موجود وموجود هنا في الكافي في الجزء الثاني من الكافي الشريف لكنه لا يشرح بهذه الطريقه هذا شرح الحمير لاحاديث اهل البيت صلوات الله عليهم هذا شرح الحمير هذا شرح مراجع النجف مراجع النجف وحوزة النجف تشرح أحاديث أصحاب آية التطهير بطريقة الحمير فهذا شرح الحمير لأحاديث أصحاب آية التطهير هذا شرح مراجع النجف شرح حوزة النجف هذا الحديث شرحته أنا سابقا وبينته في حلقات من هذا البرنامج من برنامج الخاتمه لا اريد ان اقف عند هذه المطالب لضيق الوقت هذا هو الذي قصدته حينما تريدون ان تجعلوا جهادكم في نشر ذكر علي وتعليم الشيعه ان يذكروا عليا بالعنوان الواجب في الصلوات الواجبه انكم ستواجهون بهذا وامثاله سيكذبون عليكم وسيعملون بقانونهم انه قانون العواهر العاهره كذبا وزورا تتهم العفيفه هو يقول عن اهل البدع اهل البدع منهم في نظرهم اهل البدع الذين يقولون من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير في الصلوات الواجبه واجب ولا تصح الصلاه الا بذكر علي هؤلاء هم اهل البدع الذين سيكذبون عليهم وهم يكذبون فعلا منذ اربعين سنه وانا اعامل بهذا القانون والى هذه اللحظه عبر هذه السنين بين الفينه والاخرى بين الاسبوع والاسبوع بين الشهر والشهر يقولون ما يقولون عني ويفترون ما يفترون عبر هذا القانون عبر قانون العهر عاهره تصف العفيفه باوصافها حادثة خطرت في بالي ايام العثمانيين الوالي العثماني في بغداد كان عنده مشكله ومشكله كبيره بالنسبه له طلب المشوره من جماعته اشاروا عليه ما اقتنع بكلامه قالهم لهم دوروا لي على واحد حكيم ما معقوله هذا العراق ما في حكيم يستطيع ان يشير علي بمشوره صائبه وحكيمه ابحثوا لي وصفوا له واحد في الجنوب في جنوب العراق من الساده الهاشميين اسمه سيد جاسم قالوا له في المنطقه الفلانيه في الجنوب العراقي واحد من شيوخ الساده الهاشميين اسمه سيد جاسم هذا الرجل كان معروفا بالحكمه كان مثقفا من شيوخ العشائر هو من شيوخ الساده الهاشميين كان مثقفا كان وجيها وحكيما يقصده الجميع طلبا لحكمته ولرشاده فقالوا له للوالي العثماني قالوا له, له هذا سيد جاسم بالمنطقة الفلانية في جنوب العراق مشكلتك تلقى حلها يم عند سيد جاسم فأرسل إلى سيد جاسم يطلب منه القدوم إلى بغداد الحكومة المحلية أرادت أن تجعل قوة عسكرية تذهب مع سيد جاسم سيد جاسم رفض قال أنا أذهب لوحدي وفعلا الرجل امتطى فرسه وتوجه إلى بغداد الوالي من قد ما كان مهموم خلى ناس على بوابه بغداد حتى اذا وصل سيد جاسم مباشره ياتون به الى قصر الوالي المسافه من المنطقه اللي كان فيها سيد جاسم وتحديدا قرى مدينه الشطره تحديدا من هذه المنطقه من قرى مدينه الشطره من هذه المنطقة إلى بغداد وعلى الفرس يحتاج إلى أيام إلى عدة أيام الوالي كان على جمر ينتظر على جمر لأن المشكلة بالنسبة له كبيرة ومرت الأيام ووصل سيد جاسم إلى بغداد ما إن وصل سيد جاسم إلى بغداد أخذوه رأسا ما تركوا يذهب الى مكان كي يستحم يبدل ثياب عده ايام وعلى الفرس وطرق ترابيه هو متسخ ملابسه متسخه رائحه غير طيبه بسبب العرق والسفر الطويل اخذوه مباشره الى الوالي الوالي خلال الايام الماضيه يلهج دائما بذكر سيد جاسم حتى ان الذين حوله حسدوا سيد جاسم قبل ان يشاهدوه قبل ان يلتقوا به لما يجدونه من اهتمام الوالي بسيد جاسم دخل سيد جاسم على الوالي واحد من القاعدين من اعوان الوالي من وجهاء بغداد ومن كبار الاثرياء ممن يعتنون بأناقتهم واكسسواراتهم والى اخره فلما دخل سيد جاسم بهذا الحال رجل بلباس قروي هو من شيوخ العشائر ليس كلباس العثمانيين المتحضرين في بغداد ملابس وسخه هندامه حاله متسخ ما تركوه يذهب كي يستحم ويهيئ نفسه فماذا قال هذا الرجل؟ قال تسمع بالمعيدي باعتبار اهل الجنوب معدان تسمع بالمعيدي احسن ما أشوفه هذا مثل عربي قديم تسمع بالمعيدي خيرا من ان تراه والمعيدي هنا في هذا المثل نسبه الى قبيله معيد كلمه قالها المنذر ابن ماء السماء اللخمي حينما دخل عليه المعيدي لها حكايه احد رجال قبيله معيد فقال المنذر ابن ماء السماء اللخمي لما راى هذا المعيدي الذي كان يخافه كان يقطع الطريق على قوافله على قوافل المنذر بعد ذلك حدثت مصالحه فلما دخل المعيدي هذا كان قصير القامه وكان دميم الخلقه لم يكن جميلا فقال المنذر تسمع بالمعيدي خيرا من ان تراه، كنا نتصور ان المعيدي هذا بقامه طويله الى اخر ما كان يتصور، فماذا قال له المعيدي؟ قال ابيت اللعن يقول للمنذر ابيت اللعن انما المرء ما يرتبط بكرامه الانسان وشرفه بحسب الثقافات المجتمعيه على اختلاف اعرافها. لا يعجبنك من يصون ثيابه باعتبار ان هذا الجالس كان انيقا لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول مبتذل للجميع فلربما افتقر الفتى فرايته دنس الثياب وعرضه مغسول وعرضه نظيف يقولون هذا الرجل هذا الثري الذي قال ما قال ووصلت كلماته الى مسامع سيد جاسم كان جالسا مع الوالي على المنصه سقط على الارض على وجهه سقط وقد اغمي عليه وكان صاعقه نزلت على راسه لماذا هذا الرجل ليليا يقضي اوقاته مع الوالي في ليالي حمراء في احضان النساء والجواري ويذهب الى بيته عند الفجر فلا يعرف شيئا عن بيته زوجته نساؤه كن في كل ليله في احضان رجل من الرجال من الخدم من الحشم من الجيران هو لا يعلم بذلك ولكن في ليلة من الليالي في تلك الليلة التي في صبيحتها وصل سيد جاسم إلى بغداد في تلك الليلة كان قد ذهب باكرا عند شغل راح البيت من وقت اجا لقى زوجته في أحضان واحد من أصدقاء أو شركاء في العمل وجدهم عرات وكان الرجل جالسا بين فخذيها فماذا يفعل سكت ستر الامر لما تحقق من الخدم والحشم عرف ان نساءه في كل ليله هذا هو حالهن فستر على نفسه وسكت ماذا يفعل هل يفضح نفسه فقال الذي قال فجاء البيتان صاعقه على راس هذا الرجل لا يعجبنك لا يعجبنك من يصون ثيابه حذر الغبار وعرضه مبذول مبتذل فلربما افتقر الفتى فرايته دنس الثياب وعرضه مغسول سيواجهونكم اولئك الذين اعراضهم مبذوله سيحاربونكم انتم يا اصحاب الاعراض المغسوله النظيفه هذا ما عانيت منه لمدة تزيد على أربعين عاما صدقوني لكن في النهاية حبل الكذب قصير كونوا مع علي ولا تعبأوا بالآخرين كونوا مع علي علي آية آية كونوا مع هذه الآية طالب المقوطر علي آية, علي ايه علي ايه علي ايه علي ايه علي رايه علي حلم البحر واغمق علي ايه علي رايه علي حلم البحر واغماق علي هارون، هارون. علي هارون، هارون من موسى وهبوب ذيب من نشهك. علي آية، علي راية. علي حلم البحر واغماق علي هارون، هارون هارون من موسى وهبوب ذئب من نشهك علي علي انطر لجدار البيت علي انطر لجدار البيت ولخيال القمر دنك علي بظهر الشقر هوسات هوسات علي بظهر الشقر هوسات هوسات وخشوم الزلم مسحك علي بيارخ بيارخ علي بيارخ علي بيارغ وفى علي بيارغ وفى وبتار بتار بتار يا امير المؤمنين علي بيارغ وفى بتار 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 وله في البيارغ لو زقح تقلق على بيارغ بيارغ وفوا بتار بتار وله في البيارغ لو زقح تقلق علي بس انت خسماعين طق البير ما يزرك علي بس انت خسماعين طق البير طق البير ما يزرك على حين السمع ذنون على حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف في الجرف تطلق علي بس انت خسماعين طق البير ما يزرق على حين السمع ذنون خلى الحوت بضفاف في الجرف تطلق علي لو ما يتدارك نوح شاغات والسفينة شرعها الشقك علي لو ما يتدارك نوح شاغات والسفينة شرعها الشقك علي غط اليهود بليل من شبه المسيح بعودهم عليك علي غطل يهود بليل من شبه المسيح بعودهم علّك علي صرخة صرخة علي, صرخة علي صرخة علي صرخة وعلي دمعة وعلي بسمة وعلي تشلمة اسمها الحق علي صرخه صرخه وعلي دمعه وعلي بسمه وعلي تشلمه اسمها الحق الف طالوا تاريخ هذا تاريخ يجري ويجري الف طالوا ألف جالوت ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنين صالوا دق بويا علي نش الزلم جدا ما نش البك ألف طالوت ألف جالوت ذي القرنين صالوا دق بوي علي نش الزلم جدا ما نش واحنا نقول ما طول النسر معروف خلي خلي شو تريد من عنده خلي, خلي 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 واحنا نقول ما طول النسر معروف خلي وطوط اللقلق خلي شو تريد من عنده واحنا نقول ما طول النسر معروف خله خلى خلى وطوط اللقلق وكل من عاد ابو الحسنين وكل من عاد ابو الحسنين وكل من عاد ابو الحسنين الف نعلع لبيه الف نعلع لبيه منين ما نتك منين ما نتك نلتقي في وقت قريب إن شاء الله تعالى وقت الحلقة انتهى بقي كلام كثير في لهواتي اتمنى ان تكون رسالتي قد وصلت عبر حلقات شهر رمضان او عبر هذه الحلقه رسالتي موجهه الى ابنائي وبناتي من شباب شيعه الحجه ابن الحسن انا اقول لكم انتم امل امام زمانكم اتركوا الكبار بضلالهم ولا تعبأ بهم واتركوا البغال المعممين من كبار اصحاب العمائم واتركوا الجحوش المعممين من صغار اصحاب العمائم حقائق الدين قد بُينت لكم عبر هذه الشاشه لا أقول لكم صدقوني لا أقول لكم اتبعوني لا تعبأوا بي ولكن بإمكانكم أن تعودوا إلى المصادر وأن تتأكدوا بأنفسكم من الحقائق نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى لكنني أذكركم من يوم غد س تعرض قناه القمر الحلقات التي ترتبط بذكر علي في الصلوات الواجبه وبعد ذلك ستعيد قناه القمر بث حلقات شهر رمضان على مائده القمر اتمنى عليكم ان تدرسوها هذه الحلقات التي عنونت على مائده القمر كورس مكثف ومكثف جدا من الوعي الشيعي المهدوي الزهرائي ختاما اقول زهرائيون نحن يا بقيه الله والهوى والهوى زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله